كفوف لأبناء زايد على هذا الدعم الكريم، على هذا الدعم السخي. شكرا من أعماق قلوبنا. مهرجان البيت متوحد حيث الدعم المستمر والبشرى السارة لملاك الهجن أن تقرر مهرجان البيت متوحد للحقائق الصعوب المشتركات وإعطائهم فرصة ثانية في مهرجان البيت متوحد في ميدان الوتبة بتاريخ 16 من شهر اكتوبر لعام 2019. هكذا الوتبة منافساتها والرئاسة ودعمها المستمر. وشكرا جزيلا من اعماق القلوب لمن يسكن القلوب، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، شعلة النشاط في كل مكان، المتابع الدائم سواء في قلب الحدث او عبر قناة ياس الناقلة لهذا الحدث المهم، يتابع ويضع افكاره الجديدة دعما لابناء الخليج، لمحبي رياضة سباقات الهجن العربية الاصيلة. اليوم الاشواط متواصلة، ونتواصل بالوصف والتعليق. يا بن مية دعم وخيرات الرئاسة تستمر وتعطي الواحد دافع بأن يعلق على الأشواط بأكملها. مقدمة الشوط، المركز الأول، من هو المسيطر على المركز الأول؟ يأتي هنا مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول سراب محتلا للمركز الأول. محمد بن سالم بن سعيد الدرعي منطلقا مع المركز الأول. المركز الثاني، يلا يا هل الصعوب يلا. عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يقدم اللويفي بن نصيب، أهالي التراث لمن النصيب في يوم الصعوب. واللي ما يحالفه النصيب الوثبه تقول له مرحبا ومسهلا. في تاريخ 16/10/2019 حيث اعطاء الفرصه للصعوب من اجل الوصول الى المستويات الحقيقه، الى مناهم، الى القمه. المركز الثالث، الوصول والانطلاق. والوصول هنالك الزاجل وحمد بن راشد بن سالم الدرعي. المركز الرابع، خطير يا بن عصيان خطير، حميد بن راشد بن عصيان المنصوري. المركز الخامس، القدوم والوصول والاندفاع من شاهين وسيب بن مصبح بن مطر الخيلي، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، الى الاندفاع، الى الانطلاق. اللويفي يا بن نصيب، متى يلف النصيب يا مالك اللويفي؟ المركز الثاني، الخطورة والانطلاق من النداوي وناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي. يقدم لنا النداوي، ينادي الفوز، ينادي الناموس، ينادي الانتصار. البيت متوحد ولكن اهل ما يتحدون، لأن المركز الأول لا يقبل القسمة على اثنين. يا الوهيبي النداوي ينادي النداوي، ناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي المركز الثاني، ولكن الخطورة من المركز الثالث، القدوم والاندفاع من شعاري بن زهرة. بن زهرة مع المركز الثالث يقدم لنا شعاره، ولكن الوهيبي النداوي والمركز الثاني. الخطورة من القادم مع المركز الثاني، يقدم ازعاج سعيد بن راشد الشميلي يقدم لنا شعاره، ولكن الوهيبي النداوي وازعاج. ازعاج والنداوي، ولكن الوهيبي ازعجهم.
تهانينا لمالك النداوي ناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني، ثاني المراكز، من يحمل الرقم 3؟ أم حصل تغيير عند خط النهاية؟ من يحمل الرقم 40؟ الويفي لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي. المركز الثالث ازعاج لسعيد بن راشد الشميلي. مع المركز الثالث رابع المراكز كان الوصول من حامل الرقم 51 الديب لمطر بن عبد الله الشامسي، وخامسا شاهين لسيب بن مصبح بن مطر الخيلي. 4:29 وتسع اجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني للنداوي. تهانينا لناصر بن عبيد الوهيبي على الفوز في المركز الاول. المركز الثاني الويفي لعبيد بن نصيب السبوسي احتل المركز الثاني 4:30 وثلاث اجزاء من الثانيه، بينما ازعاج مع المركز الثالث. تهانينا لصاحب المركز الثالث سعيد بن راشد بن سعيد اشملي على الفوز في المركز الثالث 4:34 من الثانية. هكذا متابعينا في كل مكان عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس، اجمل القنوات وافضلها الناقلة لعالم سباقات الهجن العربية الاصيلة، مهرجان البيت متوحد للحقايق الصعوب، يشترك للمرة الاولى في عاصمة الميادين.